شقة في حي الزمالك كان في شاب نايم على الأرض كأنه في غيبوبة، ولما فاق مسك راسه وهو بيتألم من كتر الصداع، لف بعينيه في المكان كله كأن أول مرة يشوفه، وانصدم لما شاف بنت جنبه وغرقانة بدمها وهدومها مقطعة والواضح إنها مغمى عليها. اتفزع وقام من مكانه وقرب منها وهو بيحاول يفوقها، وجاب بطانية وغطاها، والبنت لسه في غيبوبة بسرعة شالها بعد ما لبس هدومه وركب عربيته لأقرب مستشفى، ولما وصل شالها وجرى بيها في المستشفى وهو بيصرخ في كل واحد، وكشف عليها الدكتور وفضل واقف بره الأوضة لوقت طويل بيحاول يستوعب اللي بيحصل ده هو حلم ولا حقيقة. فضل على الحال ده لحد ما خرج له الدكتور. مين اللي عمل كده؟ أحمد قال بتوتر. لا يا دكتور، هي مالها؟ عندها ايه؟ انت مين الاول تقرب لها؟ انا قريبها يا دكتور. طيب يا قريبها، انا مضطر حالا ابلغ البوليس لانها للاسف اتعرضت لحاله اغتصاب. انصدم احمد. اغتصاب؟ ايه يا قريبها، امال انت جايبها ومش عارف هي اتعرضت لايه؟ وهي للاسف جسمها تعبان جدا ونزفت كتير قوي، ولو ما كنتش جنبها دلوقتي كان زمانها ماتت. وبعد كده الدكتور سابه ومشي. وقع أحمد على الأرض وفضل على الحال ده لحد ما قام من مكانه وخرج من المستشفى ومحسش بيه حد، وركب عربيته وكان بيسوق على سرعة جنونية لدرجة إنه كان هيعمل حادثة. دخل الشركة وفتح باب أوضة المكتب بعصبية شديدة، ودخل حتى وما استأذنش من السكرتيرة، ولما دخل قام الشخص اللي كان قاعد وابتسامة خبيثة. يا أهلا وسهلا يا أحمد بيه. انتفض أحمد ومسكه من ياقة قميصه بعصبية شديدة لدرجة إنه كان هيخنقه. إيه اللي أنت عملته ده يا حيوان يا واطي؟ أيمن وهو بيحاول إن هو يخفف من قبضته. عملت إيه بس يا أحمد بيه؟ أوعى إيدك هتموتني. إيه اللي عملته ده يا حيوان؟ إيه اللي حصل إمبارح؟ رد عليا بدل ما أقتلك. طب سيبني وأنا اللي هشرح لك. سابه أحمد ووقع على الأرض وقال بصوت مبحوح. امبارح كنا رايحين شقة الزمالك علشان نتمم الصفقة الجديدة، وبعدين يا حضرتك انت شربت لغاية ما سكرت قوي، وبعدها احمد والشرار بيطاير من عينيه. اخلص وبعدين ايه اللي حصل؟ طلبت مني ان انا اجيب لك بنت عشان تقضي معاها الليلة وانا نفذت طلبك. احمد قعد يضرب فيه وقال له انا عمري ما سكرت يا زبالة، وعمري ما عملت اي حاجة في الحرام، لا يمكن ابدا اطلب منك طلب زي ده. قعد يضرب فيه لحد ما الدم نزل من بقه وقال له والله لا دفعك التمن غالي يا ايمن. وسابه ومشي. قام ايمن بالعافية وطلب رقم من تليفونه وقال بصوت ضعيف كله تمام، كل حاجة ماشية تمام زي ما احنا عايزين. برافو عليك يا ايمن، تعجبني، بس مالك تعبان كده؟ ابن الله كان هيموتني. معلش يا أيمن، أنا هعوضك الضرب ده كله. ولما خرج أحمد من الشركة وركب عربيته بسرعة جنونية لحد ما وصل المستشفى، وفضل قاعد جنب أوضة البنت وهي لسه في غيبوبة، ولما شاف الدكتور يا أهلا وسهلا، شرفت يا فندم، كنت عايز تهرب؟ ممكن أتكلم معاك يا دكتور؟ اتفضل، يمكن ضميرك يفوق وتصلح اللي عملته. اسمعني الأول وبعد كده عايز تدخلني السجن أنا تحت أمرك. حكى أحمد كل اللي حصل وقال للدكتور لو الكلام ده صح يبقى لازم تعمل حاجة واحدة، البنت دي كانت بنت وانت ضيعتها، لازم تتجوزها. ها اتجوزها؟ امال انت فاكر ايه؟ اتقي الله وتجوزها. بس انا ما اعرفش عنها اي حاجه يا دكتور، وما اعرفش اي حاجه عنها، دي اول مره اشوفها. ابقى اعرفها لما تتجوزها وتصلح اللي هببته. هو انت مش حاسس انك عملت كارثه؟ خرجت الممرضه. دكتور، البنت اللي فاتت جات لها حاله هستيريا عماله تعيط وتصرخ. جرى الدكتور بسرعه وراها احمد، ولما شافت احمد عينيها احمرت وفضلت تصرخ وما بطلتش غير لما طلع من الاوضه. وقعد أحمد بره بيحاول يفتكر أحداث الليلة المؤلمة، وشوية شوية ابتدى يفتكر هو مش مستوعب من اللي حصل، وبدأت عينيه تدمع
وساب المستشفى وركب عربيته لحد ما وصل الفيلا. قالت له أخته ياسمين: هو أنت كنت فين امبارح يا أحمد؟ الدنيا كلها مقلوبة عليك ومراد اتصل بيك، حتى موبايلك مقفول، في ورق مهم لازم تمضيه. مهتمش أحمد بكلامها وطلع على أوضته ونام على السرير. ودخلت ياسمين: في إيه يا أحمد؟ كنت فين؟ شكلك تعبان، أنت ليه مش بترد على موبايلك؟ بص يا ياسمين، أنا عايزك تسمعيني بس، الكلام اللي هقولهولك ده مش عايز أي حد يعرفه. هزت ياسمين راسها وبدأ يحكي ليها على أحداث امبارح والبنت والمستشفى وكل اللي حصل. ياسمين انصدمت من الكلام وقعدت تعيط: انت يا أحمد، انت تعمل كده؟ مش ممكن، أنا مش مصدقة. أنا بقولك ما كنتش في وعي ياسمين ومحسيتش بأي حاجة، أنا بحكيلك علشان تبكتيني بدل ما تساعديني. طب هي فين؟ في المستشفى. وناوي تعمل ايه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ انت لازم تتجوزها اول ما تطلع من المستشفى، حتى لو مش هتعيش معاها اتجوزها وبعدين طلقها، المهم تتستر عليها. ها؟ اتجوزها؟ فضل احمد طول الليل سرحان، وكل ما يحاول ينام يفتكر البنت وخوفها منه. ونروح للبنت اللي فضلت في المستشفى اسبوعين، وكان احمد بيزورها، وكل ما بيحاول يدخل لها تصرخ بشده وما تهداش الا لما الدكتور يديها حقنه منوم. وفي يوم واحمد في المستشفى والدكتور قال له ان البنت حامل في اسبوعين، احمد قال له: طب هي البنت عرفت يا دكتور؟ للاسف عرفت، وهي من ساعتها منهاره. طب في حد جه سال عليها؟ اي حد من اهلها؟ لا، ما شفتش اي حد. وهي هتخرج النهارده. ها؟ هتخرج النهارده؟ طب هتروح فين؟ عندك طبعا، بعد ما تتجوزها وتصلح اللي عملته. وقف احمد ورا الباب لما شافها صاحيه وخاف يدخل احسن تنهار، وفضل يبص عليها وعلى جمالها بالرغم من انها تعبانه، بس كانت جميله جدا. وفضل مراقبها لحد ما خرجت من المستشفى وركبت تاكسي، ركب عربيته ومشي وراها لحد ما وصلت عند فيلا. نزلت ودخلت الفيلا، ولما دخلت قابلتها ست وشها باين عليها علامات الغضب، وقالت لها بغيظ: يا اهلا وسهلا يا ست ايمان هانم، كنت فين وايه اللي فكرك بينا؟ قالت ايمان وهي بتعيط: انا كنت في المستشفى يا طنط، محدش سأل عنكي ولا حتى عرف طريقي ودور علي. احلام بسخريه؟ لا والله، واحده خرجت من بيت عمها نص الليل وعاوزانا ندور عليها. والله ما سبت البيت يا طنط، انا حصل حاجه دمرت حياتي كلها وكنت في غيبوبه. الحادثه اللي خلتك حامل يا مدام ايمان. بصدمه قالت ايمان: هو انت عرفتي؟ جريت ايمان على امل بنت عمها وهي بتهز فيها وتقول لها: قولي لهم يا امل، قولي لهم انا كنت فين ورحت هناك ليه، اتكلمي، انت السبب. انت يا مال وانت عايزه تدخلي بنتي بمواضيعك الزباله دي؟ يلا بره. انت بتطرديني من بيتي؟ بيت ايه يا مو بيت؟ انت اتنزلت عن كل حاجه بتملكيها لعمك. كدب كدب، انا ما اتنزلتش عن اي حاجه. أمال الورق اللي انت مضاطيها قبل ما تمشي كان ايه؟ ده ورق للوكالة عشان يباشر شغل. لا يا حبيبتي، الورق ده كان تنازل عن أملاكي. دخل عمها الفيلا وجريت إيمان عليه: عمي عمي، أنا مظلومة، أنا ما عملتش حاجة. بصلها بأسوة نظرة ما شفتهاش قبل كده منه. كل ده وكان في واحد سامع كل الحوار من ورا الباب. ولما دخل وراها وفجأة قال: وعلشان تشوفوا باقي الحلقات من هنا في قائمة التشغيل باسم القصة عشقت بجنون، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك يا أحلى متابعين.